انستا لوفا لوفا لوفا. صوت برا يا جماعه، الصوت تصوير. شي كامي مستر بومباستيك. في عيب جديد كده اكتشفته قريب، يعني مثلا لو بدور على حاجه لو ما لقيتهاش على طول دلوقتي هتعصب وهبقى بفضل ادور عليها وانا متعصب، يعني ممكن اقعد دقيقتين بس اهدى كده بعد كده هلاقيها عادي. ممكن متسرع شويه، ده برده يعني اكتشفته قريب برده بس بحاول ما اعملهوش. هو ان انا لما بصحى الصبح بيبقى مودي مش لذيذ خالص، فالمفروض ان انا ما اعملش اي حاجه غير ان انا انزل الشارع واروح الجيم بعد كده ابقى اتعامل مع الناس. يعني المفروض ان انا اسمر، لو كنت ابيض كنت هتضايق، يعني الموضوع هياخد مني مجهود اكبر بكتير. بس الحمد لله اسمر، مش عارف اقول ايه، بس انا مش طيب. انا بيبقى في التصوير مثلا ولاقي اللي قدامي ممكن يبقى عايز يحقق احلامه مثلا، حاجه عايز يعملها من وهو صغير فجاي يحققها معايا وانا قدام الكاميرا، ده انا بفشخ الدنيا من غير قصدي برضه. يعني ما بيبقاش قصدي الشخص ان انا اقول له حاجه بقى في دماغه حاجه عايز يعملها ومش قايل لحد عليها، في الوقت ده اكتر وقت بيطلع فيه الايجو. الهدف الاساسي من التصوير هو ان شارموفرز يبقى شكلهم حلو، وان احنا نبقى بنعمل كده وان احنا بنوصل الصوره بتاعت شارموفرز، سواء بقى اغنيه سواء في اعلان سواء كان هيبقى عامل ازاي. الايجو طلع كان في مره عندنا حفله، فالناس اللي عملوا الستيج كان في حته الستيج كان ما كانش متظبط فيها وبتاع، فمو رجله وقع في حته كده وركبته اتعورت جامد قوي، بس فوقفت على الستيج فضلت واقف مستني الناس، يا جماعه فين الناس اللي مسؤولين، بدل ما واحد اتعور من عندنا انا هعور واحد من عندكم دلوقتي. واقف بتكلم بمنتهى الجديه، خلاص والله انا فعلا هعور حد. طب يا جماعه احنا في واحد اتعور من عندنا دلوقتي في شارموفرز، مين المسؤول عشان نعوره؟ نايم. ليه سنجل؟ طب انت ليه سنجل؟ مش نافع ان انا اكون في ريليشن، ممكن يكون سبب الشغل، شغلنا مش سهل قوي. الشغل دلوقتي احنا في مرحله اللي هو بنبني، يعني زي الدينامو او زي الساقيه زي كده. البيت الجروفي قوي بيبقى جروفي عشان الاوقات اللي السكتات اللي فيه اكتر من البيت، فهي السكتات دي مهمه جدا في حياه اي ارتست. يعني استغل دي يعني يا جماعه واقول ان انا اي حد زعلته في اي يوم الصبح اقول له ان الموضوع كان بره ايديا وخلاص مش هيحصل تاني ان شاء الله.